بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. وحشتونا. في بداية حلقتنا نحب نقدم التعازي للشعب اللبناني العزيز في الانفجار اللي حصل في بيروت العاصمة، كما نعلن تأييدنا ووقوفنا بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في الانفجارين اللذين حصل في البلدين. في بداية حلقتنا أحب أقدم التهاني بعيد الأضحى المبارك للشعب المصري والشعب العربي والأمة الإسلامية جميعا. في بداية حلقتنا أحب الفقرة الثابتة بتاعتنا بتاع قال الراوي، تقديم الأستاذ محمد العنزي رجل الأعمال الكويتي المشهور والصديق العزيز. اتفضلوا يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. اليوم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف مع المذيع المتألق شريف فاروق والإعلامية هبة سليم. اليوم حلقتنا طبعا مع الإعلامي الأخ عبيد العجلاني، فمحور اللقاء اليوم عن قصيدة الدكتور سعد الشمري في قبيلة عنزة، وعن الرسالين وعلاقتهم مع قبيلة شمر، ونبذة عن كرم العرب. ونرحب في الأخ عبيد العجلاني العنزي وأقول له مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، وحياك الله في مكانكم ومحلكم، ويا مرحبا، شرفتونا ونورتونا. الدكتور سعد الشمري له قصيدة جزاه الله خير يمتدح قبيلة عنزة، فيقول: أبناء وائل يا عزا أصافحه، كم في فضائلكم للحب أسباب، يا عزوة ظمئت للمجد مذ خلقت، ما نالها من قديم العصر إجداب، فالشمس ما فتئت عنوان فعلكم، والليل هاب من الظلمة وما هاب، فما يباعون أو يشرون في عرض، والخير بين يديهم ظل ينساب. صح لسان الأخ الصديق الدكتور سعد ممدوح الشمري على هذه الأبيات الجميلة. أما عن علاقة الرسالين في شمر، شمر يا عزيزي خوال للرسالين، وجدنا رسلان ربع عند شمر، ورسلان ليس اسم بل لقب، اسمه علي، ولكن كان يقوم بدور المفاوض بين شمر وعنزة، فلما تصير شغلة بين شمر وعنزة يرسلونه، فالمرسال رسلان المرسال رسلان، وكان رسول سلام، ولهذا سمي رسلان، وتغلب الاسم على اللقب وصاروا الرسالين. هذا عن الرسالين. أما عن كرام العرب، الدراسات العالمية والإحصائيات والاستبيانات أثبتت بأن العرب هم أكرم شعوب الأرض، وهناك نماذج مشرفة من كرام العرب وقصص يحتذى بها. نورد نبذة عن بعض الشخصيات الخالدة ولمحة مختصرة عن كل منهم. هرم بن سنان من غطفان هو من كرام العرب وأجوادهم، وقد سعى بالصلح بين قبيلتي عبس وذبيان، وكان معه الحارث بن عوف، وتحمل ديات القتلى من مالهم الخاص، وكان ما يقارب 3000 بعير. وقال فيهما زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف: لعمري
لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. وقال فيه أيضا زهير: تعود بسط الكف حتى لونه، ثناها لقبض لم تطعه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آمله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هو البحر من كل النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. فأقسم بعدها هرم بن سنان لا يسلم عليه زهير إلا يجود له بعطاء، وهذا العطاء إما أن يكون خادم، وإما أن تكون أمة، وإما أن يكون بعير، وإما أن تكون فرس. فيمر القوم زهير ويسلم عليهم ويقول: باستثناء هرم بن سنان وخيركم استثنيت. هذه من قصص العرب وقصص الجود والكرم. أما عن عبد الله بن جدعان، هو أيضا من كرام العرب وأجوادهم والمعدودين بالعصر الجاهلي. هو ابن عم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيد من سادات قريش وكنانة، كانت له جفان، الجفان بمعنى الصحون، جفان يأكل منها الجالس، وأخرى أكثر ارتفاع يأكل منها الواقف، وأخرى أعلى يأكل منها المرتحل راحلته الراكب على البعير أو الفرس، إمعانا في الجود والكرم. وقد جاءه أمية بن الصلت فقال: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، وأعلم بالأمور وأنت قرم، لك الحسب المهذب والثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء. وقد عقد في بيته حلف الفضول، أحد أحلاف الجاهلية الأربعة. وهذا الحلف لإنصاف المظلوم وحماية الفقراء والمساكين وعابري السبيل من بطش الأقوياء. وقد حضر هذا الحلف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، وكان عمره آنذاك 20 سنة. وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام: حضرت في بيت عبد الله بن جدعان حلف الفضول، ولو دعيت لمثل هذا الحلف بالإسلام لا أجبت. سلامتك. ومن كرام العرب وأجوادهم حاتم الطائي، بل نستطيع أن نقول أشهرهم، ويعتبر مضرب مثل في الجود والسخاء، وهو من نحر فرسه عندما علم بأن جيرانه جياع، وكان له موقف في قمة جبل بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. وقد شاهدت آثار هذا الموقف الموجودة إلى الآن. وذات ليلة من ليال الشتاء القارس، قال لخادمه: أوقد يا غلام أوقد، فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، فإن جلبت ضيفا فأنت حر. تخيل إنه يعتق الخادم إذا جاء ضيف. وفي مرة قالت له زوجته: يعني اقتصد شوي أنت مثلا. فقال: يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما تقول سيدا، كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا، فإن على الرحمن رزقكم غدا، سأذخر من مالي دلاصا وسابحا
وأسمر خطيا وعضبا مهندا، وذلك يكفيني عن المال كله مصونا إذا ما كان عندي متلدا. يعني يقول ما أذخر من المال إلا سيف ورمح وفرس، ولكرمه وجوده أكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، عندما أسر قوم ومعهم سفانة ابنة حاتم الطائي عفى عنها وعن قومها، وكان يقول والدها يحب مكارم الأخلاق، صلى الله وسلم على نبينا محمد سلامتكم. وكما طلبت مني الحديث عن الكرم والجود، نتحدث عن كرام العرب المتأخرين من البدو. هناك ابن مهيد مصوت بلعشر، هذا من شيوخ قبيلة الفدعان من عنزه، حاكم ابن مهيد، وتبعه مقحم ابن مهيد، وتوارثوا هذه العادة الحميدة وخلفوا هذا الاسم الكبير مصوت بلعشة. وهذا الاسم مصدر فخر واعتزاز لقبيلة عنزة ولقبائل العرب كافة. وقد صوت ابن مهيد بسنين الجوع والجدب والشح والحاجة لكل عابر سبيل ولكل جار وضيف، يأمر خادمه بأن يصيح بأعلى صوته العشاء في بيت ابن مهيد. وكثير من الشعر قيل فيه، قال أحد الشعراء: أنتم هل التصويت في بر وبحور، وأنتم معشين اليتامى الهوافي، تلقى الصياني فوقها العيش والمور، وذناب حيل فوقها السمن طافي، كم قلطوا للضيف من شمخ الخور، ويا ما رموا فوق الصياني هرافي، لا جاء وقت شيل مع سكة دهور، عذروبهم قول التهنى وعوافي، ونصيح الصياح ياتون طابور، بيمانهم تنظر لميع الشلافي. هذه القصيدة من قصيدة، هذه الأبيات من قصيدة طويلة للشاعر جبير بن قاسم القبيسي، وقد شهد لهم بالكرم والجود والشجاعة. وفي نهاية هذا اللقاء مع الأديب عبيد العجلاني أشكره جدا باسمكم، ووعدنا أن يكون معنا في حلقات قادمة، وشكرا لكم وإلى اللقاء في فقرة قادمة. أخوكم محمد مطر العنزي. ألف شكر للأستاذ محمد مطر العنزي، وإن شاء الله بإذن الله يعني نتشرف بيه طول حلقاتنا في بدون أهداف. يسعدني النهاردة أن يكون معايا نجمين من نجوم نادي الزمالك، بداية الأستاذ فتح الله عمار مدرب حراس مرمى نادي الزمالك ولاعب نادي الزمالك السابق حارس مرمى. اهلا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك، انا سعيد اني موجود معاك في برنامج بدون اهداف، نسبه مشاهده كبيره وبرنامج ناجح ومتابعه عليه كويسه، فربنا يوفقنا ان شاء الله وتكون حلقه جميله والمشاهدين يستمتعوا بها باذن الله. باذن الله. دكتور محمد عصمت اهلا بيك. اهلا بحضرتك. السي في بتاعتك طويله جدا، مش قادر، انت عرف نفسك بقى. الحمد لله. اسمي دكتور محمد عصمت، كنت لاعب العاب قوه، بطل مصر وعرب وافريقيا، ما حاصل على اكتر من 160 170 ميداليه في العاب القوه، عملتهم جوه مصر وبره مصر. حاليا دكتور اللياقه البدنيه في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، ومحاضر في الأكاديمية الأولمبية وأكاديمية لندن للعلوم الدولية. أهلا بك يا فندم. نبدأ مع الكابتن فتح الله. أنت طبعا شفت ماتش امبارح،
الحمد لله. طبعا امبارح ربنا وفقنا وكسبنا ماتش المصري 1-0، وكان في مباراه كويسه بدايه الدوري، يعني كنا بعاد عن الماتشات بقالنا بتاع حوالي 5 شهور وكده. فالمباراه انا من وجهه نظري بدايه كويسه لنادي الزمالك، اهم حاجه عندنا كسبنا وخدنا ال3 بونت. في البدايه هي انت مش محتاج الاداء قد ما انت محتاج النتيجه. فالحمد لله على المكسب، واللعيبه ادوا اللي عليهم، وربنا كرمنا بناشئين كمان ممتازين. فاحنا لينا كذا مكسب في المباراه دي، يعني مكسب الفوز ومكسب الناشئين ومكسب تغيير اماكن بعض اللعيبه. فمباراه ممتعه، وانا ببارك لنادي الزمالك اول 3 بونت، وان شاء الله نادي الزمالك هيكون في المقدمه باذن الله. باذن الله. طيب يا دكتور، عايزين نعرف من حضرتك، هل اللياقه البدنيه اسعفت اللاعبين امبارح، ولا كان يعني لسه برضو ما انا هقول لك من الاخر، طبعا فتره الراحه دي طويله جدا. فما تقوليش ان انت في الشهر ونص دول عملت وصلت بالمرحله التوب في اللياقه البدنيه. لسه كتير، وما زلت بقولها لسه كتير. ماتش امبارح، الماتش اللي فات ده، يعني احنا وصلنا 70-80%. انما مش 100%. اوعى تفتكر دي، لا لا لا، لسه احنا لسه قدامنا كتير. خصوصا انا متابع اللياقه البدنيه فوق، لان اللعيبه الناشئين اللي بتطلع فوق لازم ابقى انا عارف فوق هم شغالين بدني ازاي، او الكارتروم السيستم بتاعه ازاي، عشان اللاعب الناشئ ده لما يطلع من الناشئين اللي فوق ما يفوجئش بحمل بدني مختلف. يبقى احنا ماشيين تحت وفوق نفس الريتم. بصراحه طبعا الموضوع ده ما جاش من يوم وليله. ده جه بترابط غير طبيعي في قطاع الناشئين في ان احنا نعمل الطفره دي اللي احنا فيها. طبعا احنا سندنا سياده المستشار، وسندنا رئيس القطاع وكابتن طارق يحيى، وبص ناس كتير ساندين قطاع الناشئين جدا فوق ما تتخيل. دكتور عصمت، هتعمل ايه السنه دي يا جماعه؟ طبعا انا اشتغلت كتير مع كابتن طارق يحيى وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن ابو رجيله وكابتن سامي الشيشين اشتغل، وكابتن احمد عبد الحليم، فطبعا الحمد لله خبرتي في النقطه ديت، خصوصا ان انا كنت لاعب العاب قوه، وانا اسلوبي في مع الناشئين ان انت لو خليت لعيب الكوره ربع لعيب العاب القوه، ما حدش عارف يمسكه في الملعب. وصلت الفكره؟ أيوة. هي دي الفكره. طب ليه يا دكتور يعني ما نوصلش لاعب كرة القدم يبقى عنده اللياقة بتاع ألعاب القوة؟ بص حضرتك، لياقة لعيب ألعاب القوة دي بتتعمل في سنين، ما بتتعملش في يوم وليلة. فما فيش لعيب أو مدرب أحمال بيمسك فرقة سنين. يعني مثلا لو أنا معايا، خد بالك، لو أنا معايا الفرقة بتاعت الموسم اللي فات هتبقى هي فرقتي السنة دي، فأنا هكمل معاها الموسم اللي فات. انما مش هديها نفس الشغل بتاع الموسم اللي فات. هديها جرعه تانية ومختلفه من التدريب، علشان خلاص انت عديت الجرعه الاولانيه. وبعدين هقول لحضرتك حاجه، لما اشتغلت انا ومدرب الاحمال اللي هو دلوقتي احمد عصمت اللي فوق في الدرجه الاولى، السنه اللي فاتت اشتغلنا براحتنا في القطاع، شوف حضرتك كام لاعب ناشئ فوق واقف على رجله، دي يحط تحتها خطين. تمام. احنا اول السنه دي يا كابتن 7 لعيبه ما شاء الله فوق في الدرجه الاولى. واقول لك حاجه، وفي لسه ناس تحت كتير. والزمالك يا جماعه اللي جاي، الفتره اللي جايه طفره. احنا وفرنا باللعيبه دي للناشئين ملايين الجنيهات. ناشئين بقى ايه يا كابتن؟ ناشئ قلبه على النادي، ابن صح. النادي ومتاسس، طالع لك متاسس جاهز. علشان تحت القطاع بقى شغال باسلوب علمي محترف 100%. هو كان ما بقاش في عشوائيه تحت خلاص. احمال يا دكتور، في قبل توقف الدوري كان في الزمالك مدرب احمال في الدرجه الاولى فوق ولا تحت؟ فوق. طبعا كان فيه، طبعا كان في مدرب احمال، كان في دايما كان في مدربين احمال للزمالك، كان جاي مع المدرب اللي قبل ده. قعد فتره ومشي. وبعد كده المدرب بدا يشتغل هو،
وبعدين خد ابن الكابتن عصمت طبعا راجل حاجه يعني في اللياقه البدنيه. انا شغال معاه في قطاع الناشئين حاجه ممتازه يعني، ولا نحتاج لاجنبي ولا يعني مش عايزين كلمه الاجنبي تبقى يعني ماشيه في سيستم الرياضه في مصر على طول. لعيب محترف اجنبي، لياقه بدنيه اجنبي، مدرب حراس اجنبي، لدرجه بس يا كابتن فيتو، انا هقول لك فيتو بقى مش يا كابتن فيتو. انا من وجهه نظر الشخصيه الزمالك امبارح كان احسن يعني من ماتشات كتير لعبها في الفتره قبل توقف الدوري، وكان واقف على رجليه وكانت لياقه ولاعيبه كانت اول مره تلعب، يعني زي محمد عنتر، زي اسلام جابر زي اتنين ناشئين اول مره يلعبوا ماتشات اول مره يلعبوا. لا وانا يعني كنت قاعد مستمتع بالماتش، ونادي الزمالك خط الدفاع بتاعه ما شاء الله يعني كان في اعلى مستوى محمد عبد الشافي امبارح ممتاز. الجبهتين كانوا كويسين يعني حازم امام محمد عبد الشافي وعبد الشافي عامل كروسين بجونين بنسبه 100% مصطفى محمد. في لاعب انا مش فاكره دلوقتي اللي لعب في نص الملعب مكان طارق حامد، زيزو، لا محمد حسن ده مساء يعني ديفندر ممتاز، لعيب كويس جدا يعني. محمد حسن ده لعيب في الفريق الاول مش من الناشئين، ده احنا شارينه من نادي وادي دجله ولعيب كويس جدا جدا، بس هو كانت حصلت له بعض الاصابات فتاخر شويه، انما هو زيه زي طارق حامد في الفرقه مع فرجان الساسي وكان ممتاز في المباراه، وبعدين جاب زيزو مكانه ودى زيزو ناحيه الشمال وبعدين جاب زيزو تاني مكانه حطه في نص الملعب ديفندر مع ساسي. ففي تغييرات في الملعب المدرب عملها ممتازه يعني فكر عالي، مدرب كويس جدا. كسبنا في المباراه حاجات كتير، كسبنا الثلاثه بونت اللي هم اهم حاجه. البدايات دي لازم انت تركز على الثلاثه بونت، الاداء لا يعنيني. طبعا الدكتور محمد عصمت فاهم في اللياقه البدنيه اكتر مني بكتير. البدني ما بيجيش من اول مباراه يعني انت محتاج، بس هو مع ذلك يا كابتن انا ما حسيتش ان فرقه الزمالك اديلها خمس شهور ما لعبتش كوره، يعني 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 لياقتهم البدنيه كانت مسعفاهم لغايه نهايه الماتش. ليه؟ اللعيبه كانوا شغالين على برنامج مع المدرب وهم في بيوتهم فكله شغال، لان دلوقتي الكوره احتراف، فاللاعب المصري بقى محترف بياخد فلوس فلازم يدي زي ما بياخد. فكل اللعيبه في الملعب ما شاء الله عليهم امس كانوا كويسين. ليه؟ لانهم في الفتره بتاعه التوقف ما قعدش واقف الخمس شهور، لا شغال حتى لو عنده نسبه البدني يعني 50%. ولو احنا بدانا متاخر، نادي الزمالك ما كانش هيلعب دوري لانه الطبيعي الدوري يتلغي ونبدا موسم جديد. كل يعني في الامارات نفس القصه، في الكويت كله لغى الدوري وبدا موسم جديد، لانك انت هتبدا الموسم الجديد في شهر 9. الدوري ده عشان يخلص هيدخل في 11 و12. طب انت عشان تبدا الدوري الجديد، لا ده موال كبير. فاحنا هنا كان المفروض كنا بنطلع. وامتى هيتلعب كاس مصر؟ وامتى والدوره هتوقف عشان البطوله الافريقيه؟ البطوله الافريقيه دي اللي هي اهم اللي احنا نتمنى يعني ان يكون نادي الزمالك ونادي الاهلي طرفين في المباراه النهائيه. فاحنا نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، بس لما يكون الطرفين مصريين هتبقى حاجه كويسه يعني حاجه كويسه للكره المصريه. فربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه، ويبعد ربنا الاصابات عن اللعيبه، لانه الماتشات مضغوطه، الماتشات مضغوطه قوي يعني. فكل 3 ايام ماتش، اللاعب المصري ما تعودش على كل 3 ايام ماتش. اللياقه البدنيه لازم تسعفه. فهو في 3-4 تغييرات امس عملهم المدرب نشط الفرقه بيهم، وتغييرات في وقت يعني الاوقات بتاعتهم كانت ممتازه. يعني مدرب ما شاء الله عليه، يعني مدرب فاهم عشان يعوض موضوع البدني اللي هو طبعا الدكتور عصمت فاهم فيه اكتر مني يعني. لا الدكتور عصمت هنساله سؤال، هل التدريبات اللياقه البدنيه بالنسبه للناشئ تختلف عن اللاعب الكبير؟ بتبقى قريبين من بعض بس دايما بيحصل ان اللاعب الكبير في اوقات كتيره جدا بياخد الجرعه التدريبيه اقل، مش اعلى، اقل. الموضوع مفهوم غلط. لا ده انت تشرحها لنا بقى دي. بص يا فندم، دلوقتي اللياقه البدنيه مبقتش عشوائيه. مفيش حاجة اسمها مدير فني معهوش مدرب أحمال. اللي المدير الفني اللي يطلع يقول إيه لا 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 أنا مش محتاج مدرب أحمال، مع احترامي الشديد ليك، دي مع احترامي الشديد ليك جدا، يبقى حضرتك مش عارف حاجة. ولا كرة ولا أحمال. يا فندم، وأنت حضرتك
يا مدير يا فن، هتركز في الكوره وهتركز في خططك وهتركز في البدني كمان. يعني انا بدرس بدني بقالي بتاع اكتر من 20 سنه، وانت خدت كورس اسبوعين ولا ثلاثه بقيت فاهم بدني؟ ده البدني ده علم كبير. وبعدين حضرتك دلوقتي ده في اجهزه بتقيس البدني، الحمد لله نادي الزمالك فوق عنده اقوى جهازين في العالم، موجود في اوروبا، جهاز اسمه كاتابولت وجهاز اسمه بولك سيستم 2. وانا ملاحظ في الفتره الاخيره حتى لاعبي الزمالك بيبتدوا الماتش زي ما ينهوه بالظبط. لما انت تقول لي بقى انا عندي ماتش كل 3 ايام انا مش خايف، ما انا عرفت ان اللعيب ده لازم يريح الماتش ده. خلاص، ما انا عندي جهاز بيقيس الحمل البدني هو فين، الوقت ده ياخد راحه ولا يكمل تمرين ولا يلعب الماتش، ده يلعب الشوط ده ولا يطلع، ده كفايه عليه ال 30 دقيقه دول ولا الشوط ده بس ولا طلعه. فاصبح اللعيب يا كابتن انا مراقبه من جوه فسيولوجيا، انا راقبتك خلاص، انا عرفت انت فين. فانت حتى اللعيب لو ما حافظتش على نفسك فانا من غير ما ابدا قبل ما يبدا الماتش انا هعرف انت فين. بقت قياسات دلوقتي بقى علم كبير، فما تجيش تقول لي انت بقى مدير يا فني، لا لا انا مش محتاج مدرب احمال. ازاي؟ ازاي انت مش محتاج لا الموضوع دلوقتي علم. حضرتك تقسيم ترتيب الجهاز الفني في اوروبا، الترتيب بتاعهم مدير فني التاني وراه مش المدرب العام يا فندم، مدرب التاني وراه مدرب الاحمال. وبعدين المدرب العام وبعدين المدرب. ده ترتيبهم بره. المدرب الاحمال ده هو المسؤول عن الاستشفاء بتاع اللعيبه ولياقتهم البدنيه، ده حاجه تانية خالص. واحنا هنا لسه فرق مع احترامي الشديد ليها مدير فني تلاقي في درجه اولى يا فندم معهوش مدرب احمال. طب انت يا فندم مساله امكانيات يا دكتور برضه، مش يعني في بعض الانديه يعني بتحاول تضغط مصاريف، تقلص في الجهاز الفني، حاجات زي كده. بص يا فندم، عايز تقف تقعد في الدوري ولا مش عايز؟ لا طبعا، اي فرقه اضبط جهازك بقى. ما دام انت درجه اولى عايز تفضل فوق ولا تفضل تنزل تحت درجه ثانيه ولا تنزل درجه ثالثه، انت عاوز ايه؟ النادي الجماهير الكبير ده اللي مع احترامي الشديد ليك ما عندكش مدرب احمال، دي مصيبه. امال الله، طب والجيش اللي وراك ده؟ لا لا اصل انا هقوم بكل حاجه، المدير الفني كل حاجه، ايه هتعمل ايه؟ هو وهي متخيل ان طب لعيب تعب منك ومش باين عليه، هتعرف ازاي؟ مين اللي يقدر يكشفها، انت ولا المدير ولا مدرب الاحمال؟ مدرب الاحمال. طب في نص الماتش، انا حضرتك كنت مره شغال في نادي بره مصر ومعايا جهاز اللي هو اللي بيقيس اسمه بولار سيستم 2 دوت، وبعدين بقيسه للعيبه قبل الماتش. فجيت على ثلاث لعيبه الاساسيين بحط لهم الجهاز كده واشوفهم حالتهم الفسيولوجيه ايه، لقيت يا فندم الثلاث لعيب المفروض نبضه في ال 72 كده ولا حاجه ولا 75، الثلاث لعيبه نبضهم 110 وهو قاعد وما اتحركش. 110 ده يا فندم يعني الراجل ده بيلعب ماتش بقاله ربع ساعه وهو ما اتحركش. فرحت للمدير الفني قلت له يا فندم الثلاث لعيبه دول ما ينفعش يلعبوا. ايه ده؟ ليه؟ فقلت له علشان دول حالتهم كذا كذا، ده اخرهم هيديك في الماتش ربع ساعه تلت ساعه. فلو عايزهم قوي يا تلديهم الربع ساعه الاولانيين ولا تلت ساعه الاولانيين في الماتش، يا تديهم اخر تلت ساعه في الماتش او نص الشوط الثاني. قال لا لا يا دكتور انا ما انا سليم. قلت له بص يا ابني انت حالتك كذا كذا كذا، انت يا اما سهران طول الليل تمام، يا اما انتوا عيانين ومش عايزين تقول. قال لا دكتور بصراحه احنا نمنا الصبح الساعه 7 ونمنا ساعتين وجينا على الماتش. فالدنيا دلوقتي بقت علم يا فندم، الدنيا علم دلوقتي. فعشان كده بقول لك في اجهزه دلوقتي والحمد لله الاجهزه موجوده في نادي الزمالك وشغالين بيها. فما فيش مشكله اما تقول لي ماتش كل 3 ايام فانا هعرف مين اللعيب المجهد، فمعلش ريح انت الماتش ده. هنا احنا محتاجين الاستمراريه، يعني ليه الانديه الكبيره اللي هي زي نادي الزمالك انديه بطولات عشان الاستمراريه، مش نادي بيلعب مباراه يكسب مباراه ويخسر مباراه. نادي الزمالك الطبيعي انه بيلعب المكسب. كل ماتشاته على المكسب. ما فيش بيلاعب النادي الاهلي على المكسب، بيلاعب
يعني سوري اقل فريق في الدوري على المكسب. كل لعب الانديه الكبيره على المكسب عشان يبقى فيه استمراريه. نادي الزمالك عشان يبقى فيه استمراريه لازم يبقى عنده ايه؟ نادي الزمالك او نادي الاهلي يعني عشان نبقى منصفين. يكون عنده البديل، يكون عنده كمان زي الدكتور ما بيقول كل واحد ليه تخصصه. كل واحد ليه تخصصه ازاي؟ يعني بتاع احمال، مدرب حراس مرمى، الدكتور العلاج الطبيعي، كل واحد ليه التخصص بتاعه، كل واحد يتكلم في مجاله. العمليه بقت علم، ما بقتش حاجه يعني اي واحد، ما بقتش فهلوه زي ما بيقولوا المصريين يعني. يا كابتن فيتو ماشي، ما احنا متفقين على ده طبعا خلاص. بس في انديه ما تقدرش على يعني ما تقدرش تجيب التخصصات دي كلها وتحطها في الجهاز الفني، لان هتتكلف مبلغ كبير. مدرب انا وانا بدور على 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 اجره الاتوبيس اللي هيوصلني الماتش. حلو قوي يا فندم، انت فرقتك كام واحد؟ 25؟ اه. اخر واحد رقم 25 ده مع احترامي الشديد ليك سعره كام؟ لا هو غير الاهلي والزمالك ودلوقتي ايا كان يا فندم، ايا كان اضبط جهازك الاول علشان تقدر ال 25. انا ممكن استغنى عن اللعيب، انما ما تستغناش عن واحد اساسي في الجهاز. انا ممكن العب مطشتي مثلا ب 25 ب 24 لعيب ولا 23 لعيب. صح؟ انما واحد من الجهاز اساسي مثلا، اذا كان دكتور، اذا كان مدرب لياقه بدنيه، ولا اذا كان مدرب عام، واحد اساسي في جهازك ده هو اللي بيسند. هي زي ما بيقولوا بالمصري كده النوايا اللي بتسند الزير. يعني انت معاك، لازم يبقى معاك التخصص بتاعك الاول ومربوط، ومعاك الدكتور بتاع العلاج الطبيعي، ومعاك التأهيل بتاع العلاج الطبيعي، لان ده غير ده كمان، ده جهاز الطبي ده عالم تاني. ده انت احنا لسه ما رحنا لهوش. طب يعني اللعيبه زمان كانت بتلعب من غير كل الاستاف اللي الدكتور بيحكي عليه. ما هي الدنيا بتتطور، ما فيش حاجه بتفضل على حالها. انت حضرتك لو بصيت مثلا للدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، بص الجهاز قد ايه. ايوه في ده، في ناس. احنا بص يا كابتن، احنا ما نعاندش في الناس دي، لان دي امكانيات متوفره، اللي يعني يعني ليهم حساباتهم الخاصه، ليهم مصاريفهم الخاصه، ليهم الكلام ده كله. لكن احنا هنحكي، معلش انا هجيب على سبيل المثال نادي زي نادي اسوان. نادي اسوان بيعاني ان هو يوفر اتوبيس ينقل اللعيبه من للماتش يروحوا يلعبوا. طيب انت دلوقتي عايز توفر اتوبيس، وعايز توفر فندق، وعايز توفر وعايز توفر حاجات كتير. انا معاك الامكانيات بتفرق من نادي لنادي. بس انت اذا بتلعب في الدوري الممتاز، لا ما انت ما تقوليش المفروض، لا اسمعني، اذا انت بتلعب دوري ممتاز، دوري محترفين يعني، لازم اساسا يكون معاك دكتور بتاع بدني زي الدكتور عصمت كده ما بيتكلم. ليه بقى؟ انت بتقدر تبني العماره من غير عمدان؟ ما انت لازم تاسس الفريق في فتره الاعداد ويكون معاك راجل متخصص، راجل فاهم. لا انا بحكي عليها يا كابتن. كمان بعض الناس بتجيب ايه؟ بتجيب يعني بتجيب ناس مش فاهمه، بيجيب من على النت ويشتغل، ما يعرفش الحبل ده ايه. كابتن مصطفى غراب، اهلا وسهلا يا مصطفى. كابتن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ الشريف؟ ازيك يا كابتن، الله يحفظك. اسمح لي في البدايه احييك تحيه كبيره على التقاء ضيوفك المحترمين القيمه والقامه الكبيره، طبعا كابتن محمد عصمت عبد الغني، غني عن التعريف طبعا. عالم من اعلام مصر في خط احمال على اعلى مستوى. الله يخليك يا كابتن، الله يخليك يا كابتن. وطبعا اخويا الكبير واللي انا شخصيا بتعلم منه في نادي الزمالك كابتن فتح الله عمار، يعني نعمل ادب ونعمل اخلاق ونعمل علم بصراحه. حبيبي يا كابتن مصطفى، وحشتنا والله. ربنا يبارك في عمرك حبيبي. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. نشوفك على خير ان شاء الله. منورين الدنيا، ربنا يكرمك على قريب ان شاء الله. ان شاء الله هنبدا قريب ونشوفك في النادي، انت من المدربين العظماء في نادي الزمالك في المراحل السنيه يعني. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا كابتن، بنتعلم منك والله. ربنا يخليك يا درش. ربنا يعزك. عمر يا كابتن مصطفى. اتفضل في الشريف مع حضرتك. طب يعني كابتن فيتو كويس في التدريب ولا مش قوي ولا ايه بالظبط؟ ده انا لسه بقول لحضرتك يعني صراحة ربنا والله انا شخصيا بتعلم منه يعني. حبيبي يا مصطفى. طب يمكن بتتعلم منه الغلط يا كابتن، يعني ايه بتتعلم منه؟ لا طبعا، بعيدا كمان عن شغل الملعب للامانه يعني،
شخصيه فوق الادب والاحترام والاخلاق. انا شخصيا يعني اتمنى اكون ربعه بصراحه في ربنا يخليك يا مصطفى في احترامه وفي ادبه وفي شغله والله العظيم بصراحه. حفيد ان هو صعيدي يا كابتن مصطفى. طبعا كل الصعايده اللي في مصر حاجه. انا شخصيا يعني اتفرج بيهم وافتخر بالله جدا. يعني انا بفتخر ان انا صديق كابتن فتح الله. حبيبي كابتن مصطفى الصعايده اللي هو فيها دي ده فخر لينا والله. ربنا يبارك في عمرك يا رب ابو كمال. وان شاء الله معانا الحلقه الجايه يا كابتن مصطفى. عيوني ليك عيوني ليك يا استاذ شريف. الله يحفظك. انا بس والله يعني كنت عايز حابب اضيف يعني الاعلان بتاع الحلقه حته انا سامع من الحوار اللي داير حته التخصص بصراحه ربنا برضه يعني ده حاجه مهمه جدا جدا. ويمكن انا كنت من شويه مع الدكتور عصمت بنتكلم في حته التخصصات بصراحه كان يعني اشرح لنا بعض حاجات. لا يعني التخصص مطلوب جدا جدا جدا. كل واحد في الجهاز الفني طبعا منظومه في الاخر هي كلها بتصب على بعضيها وفي الاخر هم هدفهم واحد. ولكن احنا يلزمنا حته ايه ان المدير الفني ليه اختصاصاته، المدرب العام ليه اختصاصاته، مدرب حراس المرمى ليه اختصاصاته، الدكتور اللي هو مسؤول عن حته الاعداد البدني ليه اختصاصاته. لو في الاخر هنقعد على ترابيزه واحده هتلاقي كل اللي احنا بنعمله بيصب في مصلحه الفريق بشكل عام. وده بتلاقي في النتائج بقى بينعكس عليك. النتائج بتاعتك كلها ايجابيه، مفيش اصابات، مفيش لا قدر الله مفيش اي اخفاقات بتقابلها في الموسم. فانا اتمنى 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 حته اللي احنا نهتم جدا جدا بحته التخصص دي. خلاص متشكرين يا كابتن مصطفى وتشرفنا بحضرتك. الكابتن مصطفى من مدربين حراس المرمى المميزين في براعم نادي الزمالك، ودايما مدرب الحراس بالذات المدرب المميز والمدرب اللي كويس لازم يشتغل في السن الصغير عشان يأسس صح ويعلم صح. حتى المدرب العام المدير الفني او المدرب لازم يكون على اعلى مستوى في السن الصغير بالذات. احنا لو بصينا في اوروبا الان بيجيبوا افضل مدربين وافضل اسماء وافضل لعيبه يمسكوا السن الصغير. لان الولد في السن الصغير ده لو اسسته صح خلاص صح. يعني انا كنت شايف الكابتن احمد حسام ميدو العالمي يعني حتى بيتكلم في نفس الحوار اللي انا بقول فيه ده. بيقول لك في اوروبا في هولندا او في انجلترا بيجيبوا المدربين اللي هم على اعلى مستوى او اللي كانوا لعيبه كبار. ليه؟ لما الولد يكون سنه 10 سنين او 11 سنه او 12 سنه ويشتغل معاه مدرب كان لعيب كبير. يعني مثلا نجيب مثلا في نادي الزمالك نجم كبير زي حازم امام، زي جمال حمزه، واشغله مع سن 10 سنين و11 سنه و12 سنه، الولد بتكون عنده طموحات ويتمنى يكون زي النجم ده. شايف قدامه قامه كبيره. يعني الكابتن حسن شحاته واخد ثلاثه بطوله افريقيه ليه؟ عشان كان اسمه كبير في مجال الكوره ومجال اللعب ومجال التدريب، ويقدر يسيطر على اللعيبه ويقدر اللعيبه كلهم عايزين يتمنوا يبقوا زيه. ف يعني اتمنى المدربين في المراحل السنيه تكون على اعلى مستوى. طيب معانا مفاجاه للكابتن محمد. انا؟ الو؟ الو؟ ده مين ده بقى؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. معاك احمد عصمت، اخو الكابتن احمد محمد. طب اخو حضرتك مش عارفك اهو. المفاجاه دي. السلام عليكم. عليكم السلام. وات التلفزيون. دي مفاجأة دي. ما انا بقول لك معاك بصراحة يعني هو مش اخويا الصغير ده ابني. يا سيدي ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله. واللي محدش يعرفه ان محمد كان عنده يعني صمود وعنده يعني عايز يغير من الكارير بتاعه وهو صغير. بمعنى انه بدأ من دبلوم صنايع وحط من عنده الطموح لغايه لما درس ثانويه عامه ووصل لكليه التربيه لغايه لما اخذ الدكتوراه. يعني اقول لكم ايه، محمد من الشخصيات النموذجيه بالنسبه للعيله عندنا او الفاكهه بتاعت اخواتي كلها. وربنا يعينكم كلها ويزيدنا محبه مع بعض ان شاء الله. الله يخليك. مفاجاه دي يا احمد يا عصمت الله. الف شكر يا استاذ احمد.
لا يا كابتن عصمت، يعني اللي بيقوله احرجنا اخويا والله. لا اللي بيقوله ده، اللي بيقوله ده والله العظيم حاجه الحمد لله. الحمد فخر لله. فخر كبير يعني. الحمد لله. انا اعرف الكابتن عصمت من ايام ما انا كنت لعيب في نادي الزمالك سنه 90. انا جيت نادي الزمالك سنه 90 والكابتن عصمت كان موجود، كان بطل مصر في العاب القوه بقى. كنت اعرفه وانا من العاب القوه لانه كان بيتمرن في الملعب الكبير بتاع نادي الزمالك، اللي هو طبعا احنا متربيين في نادي الزمالك يعني حياتنا كلها في نادي الزمالك. فالكابتن عصمت كافح كتير ووصل لغايه ما بقى دكتور ما شاء الله يعني. الحمد لله. ربنا الحمد سبحانه وتعالى ووفقه وكرمه، وابنه ما شاء الله ماسك نادي الزمالك درجه اولى. ف يا دكتور لو عايزين نعرف، لو انديه الدوري الممتاز في انديه كتيره جدا غير الاهلي والزمالك وال ممكن بيراميدز، ممكن الاسماعيلي، ممكن حاجات زي كده اللي فيها مدرب لياقه بدنيه، بقيه الانديه اللي ما فيهاش بتعمل ايه؟ والله زي ما انت بتشوف هتسارع، بمعنى هتسارع على الهبوط. الموضوع يا فندم علم مش عافيه، هتطلع تنزل علم، هتبقى هتحط اساس لفرقتك، وهيبقى معاك مدرب احمال، هتكلم على الجزء بتاعي فاهم تمام، وفهمت التكنولوجيا دلوقتي عماله سريع، عماله تعلى، فانت بتستخدمها دلوقتي ولا انت لسه ماشي عشوائي من سنين؟ طب انت مدير يا فندم عارف الكلام ده ولا مش عارف؟ ده مدرب احمال يا فندم، ده انا مره في ماتش بره معايا الجهاز بتاع اللي هو بولار سيستم 2 دوت، وبعدين قاعد، وبعدين في نص الماتش كده قمت رايح المدير الفني قلت له اللاعب فلان لازم يطلع في نص الماتش يا فيتو. صح. لعيب فلان لازم يطلع. قال لي لا ده احسن واحد في الملعب. قلت له مش هديك تاني. خلاص ده انا ده بان لي على الجهاز دايره حمراء وبتقول لي اللعيب خلاص اقصى ما عنده مش هيقدر يعمل تاني. ما يعرفهاش غير الكابتن اسمه. فقال لي سيبه بس مش عارف ايه. المهم حصل ضربه جزاء. فقلت له ايه؟ قلت له ما تخلوش يشوطها. قال لا هو يا كابتن براحتك. هتيجي في السماء. انا مش بقول على اللعيب، اللعيب نبضه عدى ال 180 هيروح يشوط ضربه جزاء ازاي يا جماعه؟ اخر واحد في الهجمه ما يشوطش ضربه الجزاء ده علميا. من اللي يعرف الكلام ده؟ مدرب الاحمال. انما انت مدير الفني هتعرف الكلام ده؟ اخر واحد عامل الهجمه ما هو ما يشوطش ضربه الجزاء، هات واحد من اللي نبضه لسه في ال 130 140. ما تجيبليش واحد نبضه في ال 170 وداخل يشوط ضربه جزاء، ما طبيعي هيشوطها في السماء. لذلك محمود علاء متخصص ضربات جزاء عندنا. عشان ليه يا كابتن؟ عشان بيلعب ورا، بيلعب ما بيعملش مجهود ويمسك الكره ويشوط. طب نستقبل احمد صلاح. اهلا باحمد صلاح. احمد صلاح ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ وصلنا حضرتك طيب. وانت طيب الله يحفظك. بمشي طبعا على ضيوفك دكتور محمد وكابتن الكبير كابتن فتح الله. حبيبي يا كابتن احمد، منورين الدنيا طبعا، وحلقه جميله طبعا الاحمال، وبارك طبعا لدكتور محمد على كابتن احمد طبعا مع الفريق الاول، وعامل شغل ممتاز صراحه في المباريات اللي فاتت. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. او سواء المباراه امبارح مع النادي المصري طبعا، وبارك لكل جماهير نادي الزمالك، وبارك لدكتور محمد عزيز. الله يخليك يا كابتن احمد. انت يعني مش ملاحظ ان اللياقه البدنيه بتاع لاعبي نادي الزمالك مرتفعه وكويسه؟ ما حسيتش بفرق امبارح في الماتش ولا ايه؟ انت ايه رايك؟ عايز اقول لحضرتك بصراحه يعني مع كابتن احمد عصمت لما صراحه طلع مع في المباراه الوديه بان الصراحه، حتى كان مباراه طلائع الجيش، مباراه النادي طنطا، بصراحه بان ان الاحمال بصراحه ان نادي الزمالك ماشي كويس جدا، اللياقه البدنيه عاليه جدا في اعلى فورمه فيها. امبارح ما حسيناش بالغيابات اللي كانت موجوده امبارح في مباراه امبارح طبعا، زي طارق حامد وشيكابالا واوباما. الزمالك كان غايب منه فرقه امبارح يا كابتن، فرقه كامله كانت غايبه من الزمالك. شريف ان كان الناس كتير بتقول لك ازاي الزمالك يكسب 1-0، على فكره الزمالك كان المفروض يكسب 3-4 كمان، يعني مصطفى محمد امبارح مصطفى محمد مضيع اربع اجوان مؤكدين. اربع اجوان مؤكدين. وعايز اقول لحضرتك ان فعلا يعني مستوى نادي الزمالك احنا فرحانين جدا ان هو عنده فرقه وفرقتين دلوقتي. الاول كان نادي الزمالك ما كانش فيه احتياطي، دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندنا فرقه وفرقتين. وشايف بصراحه اللياقه البدنيه للعيبه بصراحه ادوا ال 90 دقيقه، يعني انا شايف ال 90 دقيقه بصراحه يعني اللياقه ماشيه على رتم واحد. وطبعا بحيي حضرتك استاذ شريف على حلقه النهارده على موضوع الاحمال. طب عايز اقول لحضرتك طب يا كابتن احمد، كابتن احمد اتفضل يا استاذ شريف، ايه رايك في ابو جبل؟
والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، محمد ابو جبل طبعا بقى لنا 5 شهور مفيش طبعا نشاط رياضي. عايز اقول لحضرتك حارس المرمى يبقى محتاج، لازم محتاج ان هو يبقى موجود تحت ال3 خشبات، يعني اخره اجازه اسبوع او اسبوعين، اكتر من كده ما ينفعش. عايز اقول لحضرتك ال5 شهور صراحه انا شايف ان هم مقصرين شويه على محمد ابو جبل. يعني لو شفت مباراه بيراميدز كنت هتلاقي الهدف اللي دخل فيه كان جاي من خطا، المباراه الوديه مع نادي بيراميدز. وعايز اقول لحضرتك امبارح برده طلع على كره عرضيه برده وطلع على الهواء، فبرده لسه يعني ما عايز اقول لك ان هو لسه ما رجعش لفورمته قوي برضه، يعني هو عشان برضه بعيد بقاله 5 شهور عن الملاعب. فعايز اقول لحضرتك لسه ما رجعش لفورمته قوي. ده كان هو من الحراس الممتازين جدا، وشايف ان هو من الحراس يعني رقم واحد على مستوى مصر هو وجيني الصراحه. الف شكر يا كابتن احمد، وان شاء الله تبقى معانا في حلقه ان شاء الله. برضه نفس السؤال موجه لك. بالنسبه لابو جبل عشان ما نظلمهوش، حارس المرمى بيبقى محتاج لعب كتير. فهو بقى له فترة واقف ما بيلعبش، فالطبيعي يكون فيه أخطاء. ولو ما فيش أخطاء ما فيش أهداف، كرة القدم كلها أخطاء، وهو الحمد لله ما دخلش فيه أهداف. بس احنا بنتكلم هو طلع في كرة عرضية أخطأ فيها، لا مش دي نهاية المطاف ولا نهاية الدنيا. ده هو حارس مرمى دولي، وحارس مرمى لسه جايب بطولتين لنادي الزمالك، السوبر الأفريقي والسوبر المصري، ومن أقوى فرقتين في أفريقيا الترجي والنادي الأهلي طبعا. فهو حارس مرمى ممتاز، وأنا بقول من حراس مرمى رقم واحد في مصر. ونادي الزمالك فيه 4 حراس مرمى في الدرجة الأولى، ودي ما حصلتش في تاريخ أي نادي في مصر. 4 حراس مرمى يلعبوا، يعني ما فيش واحد فيهم ما يلعبش. ما أقدرش أرتبهم. أنا مرتبهم دلوقتي أبو جبل بيلعب عشان هو اللي كان ناهي قبل كده، يعني هو اللي ناهي، فهو اللي بادئ بيه الراجل. إنما مع الاستمرارية وبتاع هتلاقي فيه حراس تانية هتلعب. بس هل ممكن يحصل مشكلة في نادي أصل الزمالك فيه حراس والأربعة دوليين؟ بس والله لسه هقول لك الأربعة دوليين. ده الحارس الصغير بيلعب منتخب أولمبي وأساسي ورقم واحد وحارس ممتاز. ولما لعب في البطولة الأفريقية، لما حصل عندنا إصابة ولعب في البطولة الأفريقية أدى وعمل تلت ساعة ممتاز. يعني أصغر واحد فيهم مواليد كام عارف؟ مواليد 99. ما انا بقول لك عندنا عواد وجنش وابو جبل الثلاثه دول، يعني الاربعه دول بيلعبوا منتخب مصر، وده بيلعب منتخب اولمبي، وحارس مرمى ما شاء الله، يعني احنا شارينه من بتروجيت. بس حارس مرمى ممتاز. فكره القدم عايزه صبر. ما اقدرش انا اقول الحارس النهارده كان وحش. لا، حراس عالميين بيخطئوا. وانت لو شفت الدوري الانجليزي يعني في حراس مرمى عالميين اخطاوا. ليه؟ عشان بعيد عن اللعب. الاستمراريه هتخليه يرجع لمستواه ثاني، والفورمه ترجع بس تاني. انا بحكي في حاجه معينه يا كابتن. هل الزمالك هيعاني في الفتره اللي جايه من وجود 4 حراس دوليين في القائمه بتاعته؟ انا يعني بفضل انه في حارس فيهم يطلع اعاره. ده على الاقل 2 يا كابتن. لا، حارس يطلع اعاره، لان احنا ممكن في وقت من الاوقات. لا، اصل ابينا او شئنا جنش يعتبر من افضل الحراس في مصر. احنا جالنا وقت من الاوقات جنش اتصاب وعماد السيد اتصاب. لعب مين؟ لعب عمر اللي هو كان ناشئ. عمر صلاح. صح. الاثنين اتصابوا. فالكوره وارد فيها كل حاجه. انا بفضل حارس منهم يطلع يلعب اعاره. يلعب في نادي ياخد احتكاك الماتشات واجيبه تاني. ما فيش اي مشكله يطلع يلعب ويحتك، يروح نادي اي نادي دوري ممتاز ويلعب ماتشات وياخد خبره. ما فيش مانع جنش يطلع اعاره، ما فيش مانع اي واحد فيهم يطلع اعاره ويرجع السنه اللي جايه في فورمه الماتشات، يبقى زيه زي اللي بيلعب في نادي الزمالك. فده الصح يعني. طب يا كابتن، عايزينك توجه كلمه بقى للانديه وللاعبين عن فايدة مدرب اللياقة البدنية في ما زالت في أندية درجة أولى للأسف معهاش مدربين أحمال. فأنت شكرا، أنت لا في مربع، ولو أنت هتكسب أول وهتمشي كويس أوي 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 أول الدوري، أتحداك أن أنت تفضل واقف على رجلك الدور التاني. هتبص تلاقي بيحصل إيه، هتلاقي ماتش كويس قوي قوي وماتشين مش شايف. وده اللي احنا بنشوفه. ده اللي انت بتشوفه. ليه؟ لو سال، انا متابع، لما تسال اللاعب هو في ايه؟ قال لك انا حاسس ان في رجلي اكياس رمل. لو بنسمع المصطلح ده كتير. المصطلح هتلاقيه في ايه؟ قال لي انا بجري السرعه جوايا بس مش قادر انقلها على رجلي. او مين اللي هيصلح الكلام ده؟
مدير الفني؟ لا. ولا مدرب الاحمال؟ طب انت يا مدير يا فني اديت ايه حمل تدريبي مش مظبوط وعمل كده في اللعيبه؟ طيب هو كل اسبوع بدي حمل بدني؟ مفيش اسبوع بعمل فيه راحه من الاحمال البدنيه؟ لا فيه. طب مين اللي يعرف الكلام ده؟ مدير الفني؟ مدير الفني اي مدير فني في كل اسبوع دي الاحمال البدنيه. يا فندم بعد اذنك الموضوع بقى علم. يا نادي اللي ما عندكش امكانيات مع احترامي الشديد ليك الموضوع علم. المدرب الاحمال مش عشان انا مدرب احمال، مدرب احمال التاني بعد المدير الفني اساسي جدا. طب الاعداد عمال يقول لي الوقت خلص. الف شكر يا دكتور عصمت. الله يخليك يا فندم. ان شاء الله نتشرف بحضرتك في الاقامه. ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. كلمة أخيرة يا كابتن بيتو. والله أولاً إحنا أولاً نبارك لنادي الزمالك ده أولاً. أولاً إحنا سعداء إن إحنا موجودين عشان الإعداد كله أهلاوية وعشان نغيظهم نبارك لنادي الزمالك. إحنا أهم حاجة عندنا الدوري يكون ما فيهوش إصابات. ما فيهوش إصابات والأمور تمشي طبيعية وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. شرفتونا وأنستونا ونشكر المعدة المتألقة شيرين كمال ورئيس التحرير البرنامج الصحفية هبة سليم. وسعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.